مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أعزائي طلاب الصف العاشر في مدرسة الأندلس الثانوية الخاصة للبنين، أرحب بكم من جديد في سلسلة دروس التعلم عن بعد لهذا العام، وموضوعنا الجناس. بداية، يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تستنتج مفهوم الجناس من خلال الأمثلة، تميز بين نوعي الجناس التام والناقص بدقة، تبين سر جمال الجناس في المعنى بشكل صحيح. وقبل البدء، دعني عزيزي الطالب أوجه إليك هذا السؤال: ما العلاقة بين الصورتين المعروضتين أمامك؟ قد يجيب أحدكم فيقول أن هناك توافقاً أو تشابهاً أو تجانساً بين الصورتين، وهذا ما يدعونا إلى استنتاج وتحديد الكلمات المتوافقة في اللفظ أولاً لإدراك مفهوم هذه العلاقة. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. نجد في الآية الأولى أن كلمة الساعة هنا تعني يوم القيامة، وساعة تعني الوقت. وقال الشاعر في رثاء صغير اسمه يحيى: وسميته يحيى ليحيى، فلم يكن إلى رد أمر لله فيه سبيل. نجد هنا كلمة يحيى ليحيى، فالأولى اسم والثانية فعل. وقال الشاعر: يا من يضيع عمره في اللهو أمسك، واعلم بأنك ذاهب كذهاب أمسك. أمسك الأولى مع أمسك الثانية تشابهت اللفظتان في الحروف واختلفت في المعنى، فالأولى بمعنى حافظ على عمرك، والثانية بمعنى أمسك أي ليلة البارحة. وقال الشاعر جميل بن معمر: خليلي إن قالت بثينة ما له، أتانا بلا وعد فقولا لها لها. نجد هنا تشابه بين قوله لها ولها. السؤال: ماذا تسمى الكلمات المتشابهة في اللفظ والمختلفة في المعنى؟ تسمى بالجناس. والجناس هو تشابه كلمتين في اللفظ مع اختلافهما في المعنى. وهنا يدعونا إلى نوع الجناس. الجناس نوعان عزيزي الطالب: الجناس التام، وهو ما اتفقت فيه اللفظتان أو اتفاق اللفظين المتجانسين في أربعة أمور: في نوع الحروف، وفي هيئة أو حركة الحروف، وفي ترتيب الحروف، وفي عدد الحروف، مع اختلاف في المعنى. إذن اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى. وهنا مثال يوضح الجناس التام. عندما تقول: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نجد هنا أن كلمة الأبصار تكررت مرتين بنفس اللفظ ونفس الحروف ونفس الترتيب، لكن في الأولى تعني أبصار الناظرين، وفي الثانية العقول والبصائر. هنا نجد أن كلمة الأبصار اتفقت في نوع الحروف، وفي هيئة الحروف، وفي ترتيب الحروف، وفي عدد الحروف. هذا التوافق هو ما يسمى بالجناس التام. ننتقل إلى النوع الثاني، وهو الجناس الناقص. والجناس الناقص عزيزي الطالب هو اختلاف اللفظين في واحد من الأمور الأربعة، وبتعبير آخر هو ما نقص فيه ركن من الأركان الأربعة للجناس التام. بمعنى هناك اختلاف في نوع الحروف أو في حركتها أو في ترتيبها أو في عددها مع اختلاف المعنى. فمثال:
اختلاف نوع الحروف، قولك الخيل والخير، تجد أن هنا الكلمة آخرها لام وهنا راء، فقد اختلف حرف. واختلاف هيئة الحروف أي الحركات الموجودة على حروفها، نفس خلقي وخلقي. اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هنا فتحة وسكون وهنا ضمة وضمة، فاختلفت الحركات. واختلاف في ترتيب الحروف كما في قولك الصفائح والصحائف، فهنا نفس الحروف لكن الترتيب فيها مختلف. واختلاف في عدد الحروف مثل قولك حال ومحال، نجد أن هنا حرف ناقص أو حرف زائد. إذن الجناس الناقص واختلاف اللفظين في واحد من الأمور الأربعة. هنا نشاط تطبيقي، نستنتج الجناس تشابه كلمتين في اللفظ مع اختلافهما في المعنى، وهو نوعان: جناس تام، وهو اتفاق اللفظين المتجانسين في أربعة أمور: نوع الحروف وعدد الحروف وترتيب الحروف، نكرر مرة أخرى، وهيئة يعني حركة الحروف. مع اختلاف المعنى، قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الجناس الناقص وهو ما يسمى بالناقص أو غير التام، وهو اختلاف اللفظين في واحد من الأمور الأربعة: نوع الحروف، هذا واحد اختلف النوع، أو اختلف العدد، أو اختلفت الهيئة، ونعني بالهيئة يعني الحركات أو الترتيب، اختلف واحد من هذه الأربعة يسمى جناسا ناقصا. مثال الاختلاف في نوع الحروف: الخيل والخير، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. والاختلاف في العدد: دوام الحال من المحال، فالحال والمحال اختلف العدد. والاختلاف في الهيئة: نفس الجد والجد. والاختلاف في الترتيب: الصفائح والصحائف، في قول الشاعر: بيض الصفائح إلى سود الصحائف. هناك بعض الآيات والأحاديث التي ورد فيها الجناس، ومن ذلك قول الله تعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض وبما كنتم تمرحون، وقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها أو في نواصيها الخيل. هيا بنا عزيز الطالب افتح معي كتابك المدرسي صفحة 80. بداية السؤال يقول: أي أبيات أحمد شوقي الآتية في وصف الكتاب اشتمل على جناس؟ السؤال الثاني: ما العبارة التي ورد فيها جناس؟ الآن عزيز الطالب عليك بقراءة الأبيات والجمل والعبارات جيدا، ومن ثم تحديد الجملة التي ورد فيها الجناس، وراجع معي إجابتك وفق ما سأعرضه عليك. بعد انتهائك عزيزي الطالب نجد أن السؤال الأول قد ورد الجناس فيه في البيت الأخير، قول الشاعر: رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطاب. هنا نجد كلمة طال وكلمة طاب، وهنا الألف يسمى ألف الإطلاق، فلا علاقة لنا به. ولذلك إخواني نقول أن الألف واللام في بداية الكلمة لا تعطى، والتنوين لا يعتد به عند تحديد نوع الجناس. العبارة التي ورد فيها الجناس هي العبارة الثالثة، قول: رحم الله من فك كفه وكف فكه. ففك وكف نفس الحروف، وكف وفك نفس الحروف مع اختلاف الترتيب، فيسمى جناسا ناقصا. السؤال يقول: عين الجناس وبين نوعه فيما يأتي. قال تعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وقال أبو تمام: لم نلق غيرك إنسانا يلاذ به فلا برحت
حتى لعين الدهر إنسانا، إنسان العين أي حدقته. وقال أهل السلف ارعى الجار ولو جارا. الآن عزيزي الطالب خذ وقتا، قم بإيقاف هذا المقطع وأجب عن السؤال بمفردك، ومن ثم راجع إجابتك وفق ما سأعرضه عليك من إجابة نموذجية. بعد انتهائك عزيزي الطالب نجد الآية الأولى، هنا وردت كلمة الساق والمساق وهو جناس ناقص، اختلف حرف أو زيد حرف. أما اليتيم فلا تقهر، كلمة تقهر وتنهر فهنا اختلف حرف وهو جناس ناقص. في المثال الرابع كلمة إنسانا وإنسانا، نجد هنا كلمة إنسانا وإنسانا نفس الحروف مع اختلاف المعنى فيسمى جناس تام. وأخيرا الجار جار، أي الجار جار بعد أو ظلم، فهو يسمى جناس ناقص بين كلمتي الجار وجار. ننتقل إلى الهدف الأخير وهو سر جمال الجناس. للجناس أثره في النص، إذ يشيع في الكلام إيقاعا موسيقيا محببا، ويثير في الذهن انتباها بسبب الاختلاف في المعنى، ويضفي على النص جمالا إذا كان متوافقا مع المعنى المقصود وغير متكلف. من جميل القول السؤال الثاني، قول القلم العالم فتح لبلاده وحذف لأعدائه، اشرح القول السابق وبين نوع الجناس الذي ورد فيه. نجد أن هذا القول يوضح أن العالم عندما يكتب يرفع شأن بلاده بما يقدم من علم نافع فيه رفعة شأن بلاده ودحر وهزيمة وهلاك لأعدائه. إذن العالم عندما يكتب يرفع شأن بلاده بما يقدم من علم، هذا العلم يساعد في رفعة بلاده وهزيمة أعدائه. في العبارة جناس بين كلمتي وجناس ناقص فتح وحذف. الآن عزيز الطالب عليك بالتطبيق على هذا النشاط الرابع والخامس بمفردك، قم بإيقاف هذا المقطع ومن ثم أجب عن النشاط وراجع بعد الانتهاء إجابتك وفق ما سأعرضه عليك. بعد انتهائك عزيزي الطالب من إجابة النشاط تابع معي، ضع خطا تحت الجناس فيما يأتي ثم اذكر نوعه وبين أثره في النص وفي المتلقي. قال حسان ابن ثابت الأنصاري: وكنا متى يغزو النبي قبيلة نصل حافتيه بالقناة والقنابل. الجناس هنا بين كلمة القنا والقنابل، وأثره في المعنى يضفي على النص جمالا، وأثره في المتلقي يثير انتباها في الذهن إلى المعنى. السؤال الخامس، أكمل العبارات الآتية بجناس مناسب. عندما تقول محمود ذو خلق وخلق جميل، أو وخلق محمود ذو خلق محمود، نبني الوطن بالأمل والعمل، فالأمل والوطن، الأمل والعمل جناس ناقص. صندوق الأسرار في قلوب الأبرار، فالجناس هنا بين كلمة الأسرار والأبرار. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد أتينا إلى نهاية درسنا، وقبل أن نختم نذكركم بالواجب من خلال العودة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمدارس الأندلس والإجابة عن أسئلة اختبر نفسك في درس الجناس
دمتم بخير إلى أن ألقاكم في الدرس القادم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.